مساكم الله بالخير وحياكم الله من جديد في حلقة جديدة من برنامج اسأل القانون. موضوعنا اليوم موضوع جديد وكذلك موضوع متداول في يعني حياتنا اليومية لجميع الأعمار، لكن نرجع ونقول برنامج اسأل القانون يهدف إلى توعية المجتمع الكويتي إلى أخطار الجرائم وإلى المواد القانونية اللي تعاقب على هذه الأفعال. بعد الفاصل راح نتكلم عن موضوع جدا مهم مثل ما قلت لكم، تابعونا. العملات الرقمية يعتبر سوق غامض في ظل غياب القوانين التي تحمي المستثمرين، خصوصاً الشباب والمبتدئين في حال تعرضهم لعمليات احتيال. يمكن الاستثمار والقيام بأعمال تجارية باستخدام العملات الرقمية عن طريق العديد من المنصات عبر الإنترنت أو من خلال موفري الخدمات الخارجيين أو إجراء معاملات مباشرة بين مختلف المستثمرين. من المهم أن نتوخى الحذر خلال هذه العملية، لأن العديد من أسواق العملات الرقمية تعمل ببساطة على تسهيل الاتصال بين المستثمرين بدون تنظيم أو تقديم أي خدمات تعويض أو وساطة فيما بينهم. عودة من جديد، طبعاً موضوعنا اليوم راح يكون عن العملات الرقمية، هذه العملات اللي صار عليها ضجة في الفترة اللي فاتت، أرقام كبيرة نسمعها، ارتفاع انخفاض ارتفاع، خسائر أرباح أرباح نسمع فيها ما شفناها، أرباح يتكلمون عنها. فهل اليوم العملات الرقمية هل هي هذه حقيقة؟ هل هذا واقع؟ هل هذا أمر مباح؟ هل هذا أمر شرعي؟ هل هذا أمر قانوني؟ هذا موضوع حلقتنا اليوم. للأسف اليوم غياب الوعي والثقافة القانونية في هذا الموضوع تسبب في وقوع ضحايا كثيرة في المجتمع الكويتي بسبب العملات الرقمية. لو بنرجع هنقول من لمحة قانونية عن هذا الموضوع، احنا اليوم في دولة فيها مؤسسات، وأحد هذه المؤسسات المؤسسات المالية الخاصة في تشريع السياسات الخاصة في تداول العملات داخل الدولة، وقوانين دولة الكويت أشارت صراحة أن أي عملة يتم التداول فيها يجب أن تكون هذه العملة مصرح بها داخل الدولة من قبل الجهات المعنية. وبالنظر إلى العملات الإلكترونية نرى أن هناك تحذير واضح من البنك المركزي أو اتحاد المصارف بعدم التعامل في هذه العملات. عدم التعامل بهذه العملات شنو يعني؟ يعني أن هذا أمر مستجد، فمن الصعب تشريع تجريم خاص بهذه العملات، لكن بالوقت نفسه من الصعب الإفصاح عن إباحة التداول طالما أن هذا الأمر أمر مستحدث. لكن نرجع نقول ما في أي قوانين اصدرت حالياً في إدراج هذه العملات في البنوك المحلية، في تحذير من اتحاد المصارف في التداول بهذه العملات، خاصة أن التداول اللي حاصل عندنا بالكويت ما هو تداول مباشر لغياب الوعي أو الثقافة أو طريقة استخدام هذه العملات. فدائما نسمع أن هناك يكون وسيط، هذا الوسيط دوره فتح محافظ سواء محفظة شخصية لأحد الأشخاص أو محفظة جماعية، ويبدأ بالمضاربة بهذه العملات وبيعها للقصد من جني الأموال أو الاستثمار أو تحقيق أرباح. من واقع الملفات ومن واقع القضايا اللي حصلت خلال الفترة السابقة دائما يتكرر المشهد بطريقة مختلفة، يكون هناك طرف
في أحد الدول الخارجية أو يكون هناك شخص داخل الكويت يتعرض لعملية إيهام أن هذه المنصة مربوطة في أحد المنصات العالمية للتداول، هذه المنصة يقدر يشرك فيها مجموعة من الأشخاص، أو أن يكون هناك شخص خارج إقليم الدولة يتم التعامل معه، فبمجرد هذا التعامل يقوم هذا الشخص بالاستيلاء على هذه الأموال بطريقة الحيلة. فإحنا هنا دخلنا بأمرين، صار ترتب على موضوع العملات الرقمية قضية نصب واحتيال، نصب واحتيال عن طريق العملات الرقمية. فهذه مشكلتنا اليوم، أو المشكلة اللي شاغلة الساحة سواء في القضايا المسجلة أو من الضحايا اللي ما لقوا من خصيمهم، لأن هذا الشخص خارج الدولة بياناته كلها وهمية. على سبيل المثال من واقع القضايا، أحد الحالات اللي مرت علينا أن هناك شخص شاب كويتي قام هذا الشخص بالتواصل عن طريق الإنترنت مع أحد الأشخاص خارج إقليم الدولة، أو حال هذا الشخص أنه هو شخص متخصص في تداول العملات الرقمية ويملك من الخبرة الكبيرة، فعلى هذا الضوء قال أنا أفتح لك محفظة، المحفظة كل ما زدت فيها المبالغ كل ما تضاعفت الأرباح فيها بشكل يعني مرتين أو ثلاث مرات من الدفعة الأولى. فعلى هذا الضوء قام هذا الشخص ودخل الديوانية أو المكان اللي تجمع فيه مع أصدقائه، للأسف أنه شرح لهم أنه هو الشخص اللي قاعد يتعامل مع المنصة بشكل مباشر، وبهذه الطريقة نوعا ما أصدقاء يعني خذوا الأمان أن هذا صديق نحن عارفينه، عارفين أخلاقه إلى آخره. قاموا بعمل محفظة جماعية، وللأسف انتهى هذا الأمر وهذا التجمع وهذه المبالغ التي جمعت للغصد في تجني الأرباح، إلى أن قام هذا الشخص الخارجي بالنصب والاحتيال على هذا الشخص، وصار هذا الشخص ضحية وهو يا ربعه. وطبعا المبالغ كانت طائلة تتعدى 100,000 دينار كويتي، ومن ثم يعني صار الوضع صعب تداركه. الرقم اللي تم التواصل فيه رقم فيك عن طريق الانترنت، ما له أي مرجعية أو تسجيل. الحسابات اللي تم إحالتها حسابات وهمية أو حسابات أشخاص تم النصب عليهم، بمعنى أن كذلك الأشخاص اللي استلموا الأموال تم إيحاءهم أن هذه الأموال جاية لأحد البضائع، فمجرد ما أنتم تسحبون هذه الأموال تأخذون نسبة بسيطة من هذه الأموال وشاركوا بحسن نية. فأصبح اليوم الوضع ما هو معلوم، الأموال طلعت برا الكويت صعب متابعتها، وبنفس الوقت للأسف صارت صداقة هذه انتهت إلى قضايا ما بينهم في النصب والاحتيال، وانتهى الموضوع بهذا الشخص إلى السجن. فلذلك اليوم العملات الرقمية ما هو أمر واضح، وأمر اتحاد المصارف أشار صراحة بعدم التعامل فيه لأن الرؤية غير واضحة. كذلك قوانين الدولة أو القرارات الداخلية ما أفصحت عن آلية التعامل بهذا الموضوع. فكان هذا اليوم موضوعنا، وطبعا هناك حالات عديدة، لكن هذه أحد الحالات اللي صارت من فترة بسيطة، حبيت أن أعرضها لكم اليوم، وأتمنى أن تكون يعني الفكرة وصلت. وبعد الفاصل راح نتكلم عن القوانين اللي ممكن تعاقب الأفعال هذه. رجعنا لكم مرة ثانية في موضوع العملات الرقمية. طبعا في ختام حلقة اليوم راح نتكلم عن العقوبات، بما أن حاليا لا يوجد تشريع واضح للعملات الرقمية، فدائما الجرائم اللي قاعد تصير هي جرائم مصاحبة لبعض الأفعال القانونية، مثل ما قلت لكم في بداية الحلقة عن النصب والاحتيال. دائما موضوع العملات الرقمية يتوازى معها موضوع النصب والاحتيال. النصب والاحتيال
جريمة تعاقب عليها القوانين الكويتية توصل إلى غرامات مالية بالإضافة إلى عقوبة السجن، كذلك ممكن أنها تكيف إلى خيانة أمانة في حال إذا هذا الشخص أخذ بعض الأموال اللي كانت عنده على سبيل الأمانة واستخدمها في هذا الشق. فمجمل الكلام أن العقوبات متنوعة في هذا الأمر، إذا صاحب هذا الفعل أي جرم آخر يعاقب عليه القانون الكويتي. وكانت حلقتنا لهذا اليوم حلقة مهمة جدا، أتمنى أن الكل فهم مخاطر التداول في العملات الرقمية، ونشوفكم في حلقات قادمة.